الله أكبر الله أكبر، مطار منا يحترق بعد محاصرة لواء صقور الشباب له وما زال يحاصره والاشتباكات مستمرة. الله أكبر لواء صقور الشباب، الله أكبر. احتراق مطار منا كما تم تدمير طائرة، كما تم احراق طائرة، الله أكبر، وقتل 7 مجندين ومن بينهم ضابط برتبة ملازم. الله أكبر، مطار منّاغ.